مشاهدينا الأعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويسعدنا اليوم أن يكون معانا الأستاذ عز عبد نور، المستشار أيمن محفوظ. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. احنا سعداء اللي انتم موجودين معانا النهارده، وبالاخص سعداء بالسيد المستشار برضو، بتملي بيتبنى القضايا اللي موجوده في المجتمع المصري، وتملي بيتبنى القضايا في حق المواطن، وتملي بيقف في حق طبعا بلدنا الحبيبه، وتملي بيدافع عن كل مواطن موجود في المجتمع المصري، ويسلط الضوء على كل سلبيه موجوده ويحولها لايجابيه. فاحنا بنشكرك النهارده وبنحييك في برنامجنا. أنا بشكر حضرتك، وأنا فخور إني موجود مع إعلامي عظيم زي حضرتك على قناة عظيمة زي قناة الصحة والجمال. أشكرك يا أيمن بيه. والنهارده بقى معانا الأستاذ عز عبد نور. عايزين نعرف من حضرتك يا أستاذ عز، طبعًا إحنا عرفنا إن حضرتك كنت مأجر أرض من هيئة سكر حديد في المرج، فحضرتك يا ريت توضح لنا المعلومة وتوضح لنا الأمور دي. كنت واخد قطعة أرض من السكر الحديد حضرتك، وجيت أقوم عليها مش نشاطي. رحت الحي والمحافظة عرضوني، لجأت للسكة الحديد. السكة الحديد قال سيبنا ونتصرف، ما حلت مع الحي ولا حلت مع المحافظة. دخلت في انزعاج مع المحافظة والأحياء اللي متابع ليها، ما لقيت حل مع ده ولا لقيت حل مع ده. يعني انا بس عشان الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا برضو اتفضل حضرتك يكونوا معانا ويسمعوا حضرتك بتقول توضيحا. حضرتك بتقول ان انت اجرت قطعه ارض للسكه الحديد انك تعمل عليها منشاه وجيت تعمل عليها منشاه. الحي عرضك، الحي منعني وزلك المنشاه اللي انت جيت تعملها عليها. طب حضرتك ما رجعتش للسكه الحديد تاني؟ رجعت للسكه الحديد، كان بتدينا حضرتك جوابات. ارجو رئيس حي الجهه الشرقيه واخد بالك، اروح بالجواب للحي. الحي مانع رافض، يقول لي ما عندهاش سلطه تديك مع احترامي ليك منشاه. الارض ملك السكه الحديد ولكن التراخيص بتتبع متابعه للحي. حي. لازم حضرتك عشان تعمل منشاه لازم ان انت بتختار الحي ان انت هتعمل ترخيص. صح. ما اخترتش الحي ليه حضرتك؟ اخترت الحي حضرتك ووديت له العقد بتاعي ووديت له جوابات الموافقه. الحي منع. يعني انت قلت له انا عايز اعمل ترخيص وهو قال لك لا. حضرتك منع. ايه اسباب ان هو قال لك؟ قال لك مالكش اي تسريح هنا ومالكش اي منشاه تحطها هنا. يعني هي الارض دي في طريق عمومي ولا في ارض بعيده عن الطريق؟ لا، دخل حرم السكه الحديد، فاملاك السكه الحديد. فاملاك السكه الحديد في وش محطه المترو بتاعت عين شمس، وجنب قطر السويس. جنب قطر السويس وفي وش محطه المترو بتاع عين شمس. انت حياتك ما حاولتش تروح ليه للمسؤولين في هيئه السكه الحديد وتعرض عليهم الامر وكله؟ حضرتك رحت وكانوا بيدينوا جوابات حضرتك، جوابات ارجو بيها رئيس الحي الفلاني كذا كذا كذا. اروح بالجواب ده لرئيس الحي او اي موظف في الحي. حياتك اجرت من السكه الحديد بعقد بعقد، ودفعت حضرتك، دفعت تامين حضرتك، ودفعت ايجار سنه مقدم، واخد بال حضرتك، وما حصلت على اي شيء. يعني حضرتك اجرت بالفعل أجرت. وبعد كده الحي منعك انك تعمل اي منشاه او تراخيص. ايوه حضرتك. طيب المستشار ايمن طبعا محفوظ، احنا تملي بنستشير معاليك، وتملي بنعرف من حضرتك كل ما هو يخص المواطن والمعاناه اللي بيعانيها المواطن في ظل وجود القانون، لان بلدنا بلد قانون ومفيش حد زي ما احنا قلنا فوق القانون، واحنا عارفين ان القانون في بلدنا بيجيب دائما حق المواطن. عايزين نشوف انت حضرتك سمعت مشكله الاستاذ عز، فعايزين نعرف من حضرتك الشكل القانوني والراي القانوني فيها. اولا انا بشكر حضرتك على تبني هذه القضايا الخطيره اللي بتمس المواطن، وحضرتك دايما بتحاول تتابع هذه القضايا الى ان هي تتحل. وكمان انا برضو عايز اوضح للساده المشاهدين ان السكه الحديد ليها املاك تديرها، وتديرها لتصدير ربح بتصرفه على السكة الحديد وصيانة القطورة عشان توصل دعم للمواطن. فالسكة الحديد لما بتأجر أملاكها هي بتتصرف كأنها شخص عادي بيأجر لأي حد أي قطعة أرض أو مبنى أو عقار يعني. فالسكة الحديد كأنها شخص اعتباري بتأجر للناس عشان يديروا أملاكها وتكسب فلوس عشان تصرف على منشآت السكة الحديد. في حالة الأستاذ عز، الراجل راح للجهة المختصة وقال انا عايز اعمل عقد، واتعمل العقد فعلا وكده. لكن في الاحياء اعترضت، حي المرج طبعا زي ما انت حضرتك قلت لي،
هي المرجع اعترض وازال هذه المنشآت اللي الراجل قام بيها على نفقته في مكان طبعاً. في مكان هو المفترض ان هو بيأجره، يعني له حيازه قانونيه وثابته عليها. فالسيد رئيس حي المرج، مش بنخص بس السيد رئيس حي المرج الموجود حاليا، لا الكلام ده بقاله اكتر من 10 سنين، رؤساء حي المرج كانوا بيعرفوا مصلحه السكه الحديد اكتر بالسكه الحديد ذات نفسها، كانوا بيبذلوا نفسهم بوصايا على اداره املاك السكه الحديد، اما يتجنوا على املاك السكه الحديد ويمنعوا التاجير. طبعا الراجل ده مش هيدفع ايجار طبعا، فده مش هيخش في موارد الدوله. انا بتكلم للساده رؤساء الاحياء بما فيهم السيد رئيس الحي الحالي، انتوا خلصتوا كل المنشآت العشوائيه والمخالفه للقانون عشان تيجوا النهارده تزيلوا مخالفه الى حد ما قانونيه. انا عارف ان من سلطات رئيس الحي ان هو يتابع خطوط التنظيم ويمنع الاشغالات، عارف ان دي نشاط، يعني ده نشاطك، لكن لما انت تشوفه كلكم عارفين مين هو حي المرج وايه هي العشوائيه الكامله اللي موجوده فيه، خلصنا بقى كل المنشآت المخالفه وجايين على المنشآت القانونيه، الراجل ده مظلوم والراجل ده عنده حق للدوله ورئيس حي المرج فرط في حقوق الدوله. وانا اللي عرفته برضو من استاذ عز ان في لجنه كانت نازله لك يوم الثلاث اللي فات على اساس ان هي تحدد موقفك، تفصل في الموضوع، تفصل في الموضوع والتظلم اللي انت قدمته في الطلب اللي انا قدمته حضرتك، قدمته اخر حضرتك فين؟ انت حضرتك قدمته فين الطلب ده؟ قدمته في السكه الحديد حضرتك، يعني اخر طلب. الواقعه اللي حصلت الاخيره حصلت من السكه الحديد حضرتك. قامت بقرار ازاله عليا على المنشاه اللي انا عاملها، السكه الحديد كم حوله مع الحي حضرتك، السكه الحديد هي اللي قامت بازاله، قامت بازاله المنشاه اللي انا عاملها، هي اللي مؤجراها، اللي انا بحاول مع الحي بيها علشان احصل على ترخيص. انا فاهم سعادتك، لان الحي حضرتك قصده ايه بالظبط؟ يا ريت توضح بس اوضح لك النقطه دي اتفضل، لان نقطه غامضه. اتفضل. السكه الحديد اللي اجرت له ومش قادره تقف قدام الحي او الجهه المختصه بالتراخيص ان هي تنفذ عقدها مع الراجل الطيب الغلبان دوت المسكين اللي دفع فلوس ومش قادر يتحصل عليها. فالسكه الحديد بتطالبه بتقول له انا عايزه كمان ايجار. الراجل ماشي في تراخيصه مع المحليات ومحافظه القاهره، فتلاقي السكه الحديد اللي هي مأجره والراجل ده عارفه ان هو لم يستفيد من هذا الايجار ولا عقد الايجار، بل بالعكس اصابوا يعني اضرار بالغه من ازالات الحي، لانه كان عمل منشاه بالفعل واتهدد اكتر من مره. بدل ما تعوضه تقف جنبه، وقفت عاجزه قدام المحليات اللي هي فاهمه، المحليات اللي هي فاهمه مصلحه السكه الحديد اكتر من السكه الحديد نفسها. لما لقت ان الامور اتعقدت طلبت الراجل ده بايجار. طبعا الراجل ما عملش حاجه، ما استفادش بهذا العقد اي استفاده، بتطالبه بايجار رغم عجزها ان هي توصل للراجل ده الترخيص. اللي احنا برضو عرفناه من الاستاذ عز ان هو كان مقدم طلب بوقف الايجار من السكه الحديد لحين تقنين الاوضاع مع الحي، او ان هم لحين ما يحلوا المشكله دي، يحلوا المشكله مع بعضهم. السكه الحديد انكرت هذا الطلب. احنا اتصلنا برضو بالناس في السكه الحديد انكروا تقديمك لهذا الطلب، والطلب ده ملوش اي وجود، وقالوا ان انت كنت بتحاول مع الاحياء. انا لما اجر لحد حاجه احنا نجيبها برضو القانون المدني فضل. مش صعب، ولا القانون بصفه عامه صعب. احنا نبسط لاخواتنا وحبايبنا اللي المشاهدين القانون. انا اجرت لك مكان ومش قادر اخلي هذا المكان صالح لاستخدامك، يبقى اذا انا التقصير من عندي، وكمان اطالبك بايجار. يعني لو حد اجر لحد شقه وما فيهاش لا نور ولا ميه ولا غاز ولا اي حاجه ولا مرافق، وكمان المرافق كمان بتحاول ان هي تخرجك من هذا العقار، بل بتدي لك العقار، هل ده معناها كمان ادفع ايجار؟ لا كده السكه الحديد خلت بالتزامها. واحنا مش بنقصد السكه الحديد بصفاتها السكه الحديد اللي احنا يعني بنجلها ونحترمها ونجل هيئه السكه الحديد ورؤسائها، احنا بنتكلم على السكه الحديد باعتبارها شخص اعتباري عمل معانا عقد ايجار. يعني احنا وعارف ان صوتنا هيوصل لسياده الوزير العظيم كامل وزيري صاحب الاراء القويه جدا وصاحب الموقف العظيمه، ان يسمع صوت الراجل الغلبان دوت. السكه الحديد اجرت له والاحياء رفضت التراخيص، والسكه الحديد بتطالبه بايجار، هل ده فيه عدل كده؟ الناس دي يا استاذ تامر هم دول
اللي بيهدوا الدولة، المسؤولين اللي بيدوروا على مصلحة البلد بطريقتهم وبيضيعوا احنا حقوق عايزين الدولة وحق المواطن. احنا عايزين نقول برضو ان احنا في قيادة، قيادة حكيمة وقيادة وقيادة رشيدة، مثل طبعا الوزير كامل الوزير، قيادة طبعا احنا كلنا بنشهد لها بان هو تملي بيقف مع المواطن وتملي بيجيب الحق للمواطن، واشهرها القضية الأخيرة اللي هي اللي احنا سمعنا بيها على التواصل الاجتماعي بتاعت الكمساري اللي هو وقفه، وحاجات كتير شفناها منه جميلة، وشفنا إيجابيات منه جميلة كتير، وشفنا مع طبعا سيادة الوزير حاجات كتير موجودة. ولكن عم عز أو الأستاذ عز راجل برضو يعني احنا بنتكلم في ان هو يعني على قد حاله، ان هو مصدر دخله، ان هو كان حلم عمره انه يعمل مشروع، فبعدها بمراته وبعد استلف اموال ان هو يدفع، استلفت اموال بمزاد علني، استلفت تاني عشان الارض، واستلف ان هو يعمل منشأة يكون مصدر رزق ليه، ولكن واجي اجاب المنازعات. طيب انت حضرتك بتطلب ايه من الساده المسؤولين اللي بيشهدونا وبالاخص سياده الفريق طبعا أطلب حضرتك كامل الوزير وزير؟ اطلب حضرتك يعودوا لي العقد، يكتبوا لي عقد من جديد بصيغه العقد القديم، ويدونه تعويض عن الفتره ديت حضرتك، ويقوموا لي المنشأة من جديد على حساب نفقتهم الخاصة، لأن هم الإزالة الأخرانية هم اللي قاموا بيها، وأنا مع احترامي دي كله واخد بالك، وأنا بقابل منازعات في الفترة دي كلها، أنا بقابل منازعات من المحافظة والأحياء، واتطبق عليها الغلط في الآخر من السكة الحديد. طب مش طب ما تحل مشاكلك أنت قبل ما تدي المواطن العادي داويت البسيطة اللي على كد حاله، حل مشاكلك قبل ما تورط مواطن في مشاكل مع جهات تانية. ما تحلي مش واثقة في أرض في أملاكك، وهيخش المواطن في منازعات ليه أجرتيلي؟ احنا بنشكرك طبعا. هقول كلمة أخيرة، هقول كلمة أخيرة، السكة الحديد مش عارفة تدير أملاكها وبتضر المواطن، المفترض المسؤولين دول يتغيروا. احنا بس زي ما بنقول ندقنا للوزير العظيم اللي بنقول له بنحترمه صاحب موقف العظيمة كامل وزيري، احنا برضو فيه وزير عظيم جدا، وزير التنمية المحلية سيادة اللواء محمود شعراوي، ما يرضوش ان مواطن زي دوت يتوه، مواطن غلبان من رعاياكو، الناس اللي بتدعي لكو، المسؤولين بتعمل، المسؤولين الكبار بيعملوا، والمسؤولين الصغيرين بيهدوا اللي بيعملوا المسؤولين الكبار. لو سمحتوا عايزين صوتنا يوصل لمعالي الوزير محمود شعراوي وسيادة الوزير كامل الوزيري، وتتحل مشكلة الراجل دوت وان شاء الله. احنا بنشكرك يا ايمن بيه النهاردة، ونشكرك النهاردة في برنامجنا على طبعا الرسائل اللي حضرتك تملي بتقف بيها مع المواطن البسيط، وتملي بتقف في القضايا، وده نهج الحكومة وده نهج السيد الرئيس، رفع المعاناة على المواطنين اللي موجودين. وهستأذنك برضو ان انت حضرتك تقول رسالة اخيرة للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، عشان خاطر برضو وقت البرنامج ووقتنا، تقول للسادة المشاهدين إيه؟ انا حضرتك طلبي الوحيد وامنيتي في الدنيا دياتي ان انا استلم المكان من جديد اللي انا تعبت فيه وخسرت فيه، ويدوني منشاه من غير اي منازعات من اي جهه حكوميه، هذا طلبي. لكن هيدوني مكان وعليه منازعات تاني هقع في الحلقه بتاع الزمان، لا انا رافض المبدا ده ان شاء الله باذن الله. الساده المسؤولين ليه انا خسرت خساره كتير يا استاذ سامي، الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا يعوضوك طبعا، وحقك يرجع لك تاني، واحنا بلدنا بلد قانون، واحنا طول ما احنا بلدنا بلد قانون، تملي المعاناه بتترفع على المواطن البسيط اللي موجود بالقانون برضو. ولو حضرتك ليك حق السكه الحديد هتديهولك، عليك حق برضو السكه الحديد هتاخده منك. احنا برضو بالنسبه لنا اجراءات الورق اللي حضرتك وريتهالنا واللي احنا شفناه وحلقتنا النهارده على مسؤوليتك في كل الاوراق اللي انت قدمتها، فاحنا شفنا برضو الاوراق اللي حضرتك قدمتها، لو حضرتك ليك حق السكه الحديد ان شاء الله هتديهولك، لان مفيش حق وراه مطالب، واحنا عارفين طبعا نزاهه القانون، وعارفين طبعا نزاهه هيئه السكه الحديد. وبرضو عايزين ايمن بيه رساله اخيره للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، نقول لهم ايه بعد ذاتنا للسادة المسؤولين الكبار، بعد ما المسؤولين الصغار بيضيعوا مجهودات الحكومة، بنقول برضو عندنا حصن حصين ضد أي مشكلة ممكن تقابلها، هو قضاءنا المصري العظيم الشامخ. تقدر تشتكي السكة الحديد باعتبار الرجل هذا الشخص الاعتباري، وتاخد حقك، والقضاء إن شاء الله بإذن الله، رغم أن القضاء
في مشكله بسيطه جدا في كل منظومه العداله العالميه مش مصر كمان، ان هي في بطء في العداله. رغم البطء في العداله القضاء المصري الشامخ العظيم هيجيب حق المواطن دوت لو المسؤولين ما استجابوش. وانا باذن الله كل ثقه في نهج وقياده سواء وزير النقل او وزير التنميه المحليه ان هم هيحسوا بهذا المواطن وهيحلوا المشكله ديت. وكلنا برضو في رعايه فخامه الرئيس محمد حسني محمد عفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، كلنا وراه وهذا نهجه وهذه تعليماته وكلنا بنشكره جدا. وهي دي تعليماته للحكومه ولينا الفخر نكون لنا هذا طبعاً هذا الرئيس العظيم حضرتك اللي بنفتخر بيه. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الانسان الاب لينا كلنا اللي هو تملي بيرفع المعاناه على كل مواطن مصري موجود. واحنا طبعا النهارده عرضنا مشكلتك عم عز، واحنا بالنسبه لنا النهارده يا استاذ عز الساده المشاهدين ان شاء الله اللي بيشاهدونا يشوفوا النهارده طلبات حضرتك ويعوضوك ان شاء الله والقانون ان شاء الله حقك هيرجع. وكلمه اخيره بقى تقولها للساده المشاهدين اللي بيشاهدوك تقول لهم ايه؟ انا حضرتك بمسي عليهم واقول لهم يا شعب مصر الكريم واخد بالك اللي بتحبوا الخير لمصر، انا ظلمت كتير في المشوار ده ونفسي حقوقه ترجع لي. بس ان شاء الله حقوقك ترجع لك لان انا ظلمت كتير وبقالي فتره بظلم من جهات انا ماليه ذنب فيها. ان شاء الله حقوقك ترجع لك وانا عارف ان انت كنت كاتب كلمتين حلوين للمصريين عايز تقولهم واحنا هنسمعك ونسمعهم عشان نختم الحلقه بالكلمتين الجميله لمصر. الله يخليك يا باشا وانا قاعد هنا ماشي. ينفع في بلدنا نهون على بعض ونتخاصم ونهد ببعض ولا نكبر ولا نسمع بعض؟ والله انا قلبي بيتقطع. ينفع اعدائنا تشمت فينا والدنيا تتحكم فينا والغالي يرخص في ايدينا؟ من يقرا يا قلبي ومن يسمع؟ مش عاوزين في غلطنا دايما نتمادى وما نخليش غلطنا فينا عاده. مش عاوزين في غلطنا دايما نتمادى وما نخليش غلطنا فينا عاده. والارض اللي احنا رويناها بدمانا وكنا بنتباهى، لو كنا بجد بنيناها على كلمة حق أسسناها. تعيش يا مصر تعيش يا مصر. احنا بنشكرك وتحيا مصر تحيا واحنا سعداء بيك النهارده. ومصر أم الدنيا وهتبقى كد الدنيا. وهي قد الدنيا. ومصر أم الدنيا وهتبقى كد الدنيا. واحنا بنشكرك يا سيادة المستشار النهارده وتملي بنقول في كل حلقة في نهاية كل حلقة اللي بيحب مصر يخاف على مصر وإلى اللقاء في حلقة قادمة.